إثر عملية القصف الإيرانية التي طالت منطقة كوسنجق في أربيل وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح. نظم ناشطون كرد وقفة احتجاجية في أربيل طالبوا بها بوقف عمليات القصف وعمليات الإعدام التي تطال كل جهة معارضة لإيران في داخل إقليم كردستان. كل القوانين الدولية وكل القوانين أو كل العلاقة التاريخية بين شعبينا إنه تجاوز أدت إلى للأسف الشديد إلى مقتل وجرح عدد من المناضلين، وأيضا شملت هذا القصف أيضا عدد من المدنيين والأطفال للأسف الشديد، منهم طبعا الأطفال والنساء والعجائز. بالتوابي هسما نودجي أم رداوة ترسناك بارين تونك أما في هذا اليوم نعلن عن رفضنا وشجبنا للهجوم الإيراني ضد المدنيين في كوسنجق والذي تسبب بقتل وجرح العديد من المدنيين، ونؤكد أن هذا عمل يخالف حقوق الإنسان. وتعرض الكثير من المعارضين الإيرانيين في الإقليم لعمليات اغتيال فيما حكم آخرون بالإعدام، ولا يزال القصف الجوي والمدفعي مستمرا على حدود الإقليم وداخل المدن وهما يتسبب بسقوط مدنيين كما يؤكد الناشطون. اجتمعنا اليوم للإعلان عن رفض ممارسات النظام الإيراني بقصف مدينة عراقية هي كوسنجق، وهذا ضد حقوق الإنسان وانتهاك لسيادة الدولة العراقية. ونددت وزارة خارجية العراقية وحكومة إقليم كردستان بالقصف الإيراني على كوسنجق ورفضت اتخاذ أراضيها ساحة لتصفية الصراعات. للشرقية نيوز، عثمان الشلاش، أربيل.